أشراط الإشاعة لأشراط الساعة. الله تأليف حجر. ها؟ لابن حجر. لا، تأليف العالم العلامة والمحقق السيد محمد بن رسول البرزنجي الحسيني صاحب مولد النبوي رحمه الله تعالى. ولد 1040 هجرية، توفي 1103، يعني عاش 63 سنة. تم مع تعليقات المحدث العلامة محمد زكريا الكندهلوي رحمة الله تعالى عليه. قابله واعتنى به حسين محمد علي شكري دار المنهاج. المهم نفتح مولانا الحجازي. أيوة. اسمع أشراط الساعة. وروى عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والستة غير الترمذي. من هم الستة غير الترمذي؟ السنن الترمذي غير الترمذي، أبو داود. لا، أبو داود والنسائي والدارمي والدرقطني ابن ماجه. وابن ماجه هذا خمسة. والسنن وأبو داود، هذا الخمسة دول السنن والسبكي، واللي انت قال الترمذي هو السادس. صح صح لسانك. وابن المنذر قلت هو الكتاب لمين؟ لنفس اللي مال المولد النبوي البرزنجي الحسيني محمد بن رسول البرزنجي الحسيني، كتب ابو يعقوب الرفاعي رحمه الله. وابن المنذر وابو الشيخ وابن مردويه والبيهقي كتابه العظمه. ايوه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورأها الناس آمنوا أجمعون، فلذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية. وروى ابن مردويه عن حذيفة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال: تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين. وروى هو وابن حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: آية تلكم الليلة أن تطول قدر ثلاث ليال، والقليل لا ينافي الكثير. وفي رواية البيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ قدر ليلتين أو ثلاث، فيستيقظ الذين يخشون ربهم فيصلون ويعملون كما كانوا، ولا يرى قد قامت النجوم مكانها، ثم يرقدون ثم يقومون ثم يقضون صلاتهم الليل كأنه لم ينقض، فيضطجعون حتى إذا استيقظوا والليل مكانه حتى يتطاول عليهم الليل، فإذا رأوا ذلك خافوا أن يكون ذلك بين يدي أمر عظيم، ففزع الناس وهاج بعضهم في بعض، فقالوا: ما هذا؟ فيفزعون إلى المساجد، فإذا أصبحوا طال عليهم طلوع الشمس، فبينما هم ينتظرون طلوعها من المشرق إذا هي طلعت عليهم من مغربها، فضج الناس ضجة واحدة حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت فطلعت من مطلعها. وروى أبو الشيخ وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبيحة تطلع الشمس من مغربها يصير في هذه الأمة قردة وخنازير وتطوى الدواوين وتجف الأقلام، لا يزاد في حسنة ولا ينقص في من سيئة، ولا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وروى البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فيذهب الناس فيتصدقون بالذهب الأحمر فلا يقبل منهم، ويقال: لو كان بالأمس. سبحان الله. وروى ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تزال الشمس تجري من مطلعها إلى مغربها حتى يأتي الوقت الذي جعل الله لتوبة عباده، فيستأذن الشمس من أين تطلع، ويستأذن القمر من أين يطلع، فلا يؤذن لهما، فتحبسان مقدار ثلاث ليال للشمس وليلتين للقمر، فلا يعرف مقدار حبسهما
إلا قليل من الناس وهم بقية أهل الأرض وحملة القرآن، يقرأ كل رجل في تلك الليلة منهم وردة، حتى إذا فرغ منه نظر فإذا الليلة على حالها فلا يعرف طول تلك الليلة إلا حملة القرآن، فينادي بعضهم بعضا فيجتمعون في مساجدهم بالتضرع والبكاء والصراخ بقية تلك الليلة، ومقدار تلك الليلة 3 ليال. يرسل الله جبريل إلى الشمس والقمر فيقول: إن الرب تعالى يأمركما أن ترجعا إلى مغربكما فتطلعا منهما، فإنه لا ضوء لكما عندنا ولا نور. يعني طفوا خلاص، سبحان الله. فيبكي الشمس والقمر من خوف يوم القيامة وخوف الموت، وترجع الشمس والقمر فيطلعان من مغاربهما، فبينما الناس كذلك يبكون ويتضرعون إلى الله عز وجل، والغافلون في غفلاتهم إذ نادى مناد: ألا إن باب التوبة قد أغلق والشمس والقمر قد طلعتا من مغربهما، فينظر الناس وإذا بهما أسودان كالعكمين ولا ضوء لهما ولا نور. فذلك قوله تعالى: وجمع الشمس والقمر. صدق الله العظيم. هل من حديث سيدي الحجازي دسوقي؟ ايوه معاك. عندك تعليق سيدي؟ ايوه، انت بتقول تطلع الشمس من مغربها. ايوه، لذلك يوم لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت ايمان اخر به. علامات كبرى وهي 6، منها الدب، ومنها الدخان، ومنها طلوع الشمس من مغربها، ومنها الدجال، 4، ومنها كمان نزول عيسى، 5، ومنها المهدي بيقول يصلي لكم وإمامكم منكم تكرمة الله هذه الأمة. يعني عيسى يصلي مأموما لا إماما. مين الإمام؟ الخضر عليه السلام ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا سيدنا محمد، المهدي. ايوه، من ذرية. لا، اللي صلي امام منه. ايوه المهدي. لا، هو يقول المهدي مأموم مو امام. لا، عيسى اللي مأموم. عيسى المأموم. الامام مين؟ امام المهدي. المهدي رجل من آل بيت محمد، اسمه موافق لاسمه صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد بن عبد الله. الله. نعم، عليهم السلام. مرحبا باسمه وساميهم كلهم. اطلع باللي عندك سيد الحجازي. لا، ما خلاص، انت جبت الحديث او رواه، جبت الاخر بقى خلاص. الستة. يلا يا شيخ خذ